داكشي اللي وقع لي. وصلوني دي ميساج بزاف من عند الناس وقالوا لي بداي بوحدك وغادي تنجحي، وفعلا درت شين جديده وسيبت اغنيه وحطيتها بوحدي، وفي ظرف نهار الاول ضربت توندونس، وفي ظرف 4 ايام فاتت المليون، وكان لها نجاح كبير. ولا بغيتي تشوف هادشي كاين في لي كومونتير ديال اليوتيوب، 99% عجبتهم. انا ما كان انا صراحه كيسولوني الناس بزاف على هذا الموضوع، انا كنشوف مي كنهضر على هذا الموضوع كنعطي لذاك الشخص اكثر من اللي كيستحق، حتى اللي ما كيعرفوش كيمشي يقلب عليه. انا ما بقيتش باغا نهضر عليه، صافي اللي بغى ينجح يطلع راسه بيده، وكون كنت كنعرف شي حد قادر ينجح لراسه غادي يبدا بالشين بحال اللي درت انا، يبدا بوحده ماشي يلقى كل شيء واجد وهكاك وما ينجحش. هذيك هي الشوهه. الوغ انا كنبغي نوجه كلمه للجمهور والمتابعين ديالي وهم عائلتي واغلى ما عندي، كنبغي نقول لكم حنا شعب مغربي ما كنبغيوش الحقره وما كنبغيوش الشيء الغدر، وفعلا وقفتوا معايا حيت عرفتوني بصح تغدرت، والمشكل اللي كان هو المشكل ديال لاشين فقط، ما دخلتش في شي حاجه اخرى. المهم داكشي نسيتو ما بقاش كيهمني، وما كنهضرش شي حاجه ما كتهمنيش، شي حاجه تافهه.